اسمها خطابة بس هلا صار اسمها مستشارة اجتماعية. بتقدر تاخذ كرت؟ تفضل. شكرا. تفضلي مدام مشي الحال. يسلموا سعيد. شكرا كثير كلك ذوق. عفوا ما تشرفت بالاسم الكريم. فؤاد سليم. اهلا وسهلا فيك. وانا اسمي كوكب زاكينة. بتأمل تشريفك على مكتبي استاذ فؤاد. ان شاء الله. ميرسي كثير. الله معك. باي. باي. شو قالت لك بتشتغل؟ قالت تشتغل خطابة. هلا هيك صاروا الخطابات. شو بعرفني؟ الظاهر هي خطابة مودرن. مكتب وفاكس وتليفون وكرت. فعلا هي من علامات الدخول للألفية الثالثة. لك ابني أنا ما عندي مانع منه. بالعكس دق الحديد وهو حامي. شو قصدك؟ قصدي اجتك الشغلة على ايديها ورجليها. فليش ما بتخليها تدور لك على عروس؟ بركي بيكون نصيبك على ايدها. هلا هي اخر تأمي اتجوز عن طريق الخطابه. على هوا حكيك. عم تقول انه هي خطابه مو عاديه فاكيد بضاعتها حتكون غير شكل. بضاعتها قصدي يعني هيك وحده ما بيقصدوها الا اولاد الزواج. ايه بس نحن مالنا اولاد زواج. هلا انت ليش عم تاخذ وتعطي كثير؟ ليش ما بتعمل لك مشوار لعندها وبتجرب حظك؟ شو خسران؟ ما بتخسر شيء بصراحه. وانا هيك عم فكر يعني نوع من الفضول مو اكثر. ايه قوم لكان قوم. قوم جيب هالتليفون واتصل فيها لشوف. قوم. يعطيك العافية أنسة. الله يعافيك. تفضل. مو هون مكتب المدام كوكب زاكينة؟ بلا. تفضل. والمدام موجودة؟ في موعد؟ ايه على التليفون اخذته. اصبح حضرتك الاستاذ فؤاد سليم اذا ما خاب ظني. ايه بالضبط. تفضل. ست كوكب بانتظارك. شكرا كثير لك.